رغم السرية التامة التي أحاطت الزيارة الثانية لنائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز إلى القاهرة، علمت الام تي في أن اجتماعه مع وفد الإخوان المسلمين أسقط تماما أي احتمال لعودة الرئيس السابق، بل طرح وفد الإخوان عودة الدستور المعطل، بحيث يتولى رئيس مجلس الشورى الإخواني أحمد فهمي السلطة في البلاد مقابل فض اعتصام آلاف الإخوان الذي دخل شهره الثاني. أن أي ثمن يمكن أن نقدمه اليوم من أجل إنهاء الانقلاب العسكري وعودة الشرعية هو أقل كثيرا بما لا يقارن من الثمن الذي تدفعه الأجيال القادمة. الموقف الإخواني يصطدم بتأكيد الجيش عدم التراجع مطلقا عن خارطة الطريق السياسية، وتأكيد الرئاسة أن المصالحة الوطنية ستتم في إطار القانون دون حصانة لأحد. أن استمرار وجودهم وبقائهم يعرضهم للمساءلة القانونية بعد ثبوت تورط القائمين على التجمعين في أعمال القتل والتعذيب والخطف وإحراز الأسلحة. مرشد الإخوان محمد بديع المطلوب للقضاء والمتحصن في اعتصام رابعة العدوية واصل تحريضه ضد الجيش، متهما وزير الدفاع بالاتفاق مع قوى خارجية لعزل مرسي وإسقاط مشروع النهضة حسب المرشد. يا أوباما يا أوباما اتهامات المرشد المستندة إلى نظرية المؤامرة تطابقت مع اتهامات مماثلة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أحدث تسجيل صوتي له. اجتمع الصليبيون والعلمانيون والجيش المتأمرك وفلول مبارك وثلة من المنتسبين للعمل الإسلامي مع المال الخليجي والتدبير الأمريكي على إسقاط حكومة محمد مرسي. ثم تقاسم مشترك بين الزيارات الأوروبية والأمريكية مؤخرا إلى القاهرة، وهي التحذير من خطورة وقوع ضحايا في حال فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بالقوة، احتمال يخشاه الشارع المصري أيضا، خاصة في ظل تأكيد التقارير الأمنية على وجود مكثف للأسلحة داخل اعتصام الإخوان المسلمين. هشام مهران، MTV، القاهرة.